اهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. مفاجأتنا بقى المرة دي تهمكم جدا، سواء تربويا او سواء لحبايبنا اللي عندهم امتحانات ثانوية عامة، لاصدقائنا اللي في مدارس انترناشونال او في مدارس اجنبية عندهم طبعا اختبارات وحاجات وتقييمات وكلام كتير قوي بنسمعه عامل توتر او عامل قلق عند اولياء الامور وعند ابنائهم. وكان من دورنا من هنا من برنامج اسعد قلبك مع الشاذلي ان يعني احنا نجيب لكم حد متخصص يتكلم معانا في الموضوع ده، جايبين لكم مفاجاه كبيره جدا. معانا النهارده استاذه هبه الصباحي، استشاري تربوي للمراهقين ولايف كوتش معتمد. استاذه هبه عامله ايه؟ الحمد لله. طبعا بغض النظر عن ان انا عارف ان حضرتك عندك محتوى جيد تقدري فعلا تدرسيه او تقدري تعملي بيه اضافه كبيره جدا، شكرا. كان دورنا النهارده ان احنا نتكلم بقى في جزئيه تخص القلق، بس مش القلق عموما، القلق سواء عند اولياء الامور او سواء عند ابنائهم. ازاي نقدر نتعامل مع الموضوع ده؟ وياريت نمسك الخيط من اوله، اللي هو يعني حضرتك مثلا كلمينا عن القلق ده، ايه اسبابه وايه اعراضه؟ طيب، بدايه انا طبعا بشكر حضرتك اديتني الفرصه ان انا اجي برنامجك، ونسعد قلبنا وقلب طلبه واولياء الامور، لان هم فعلا قلقين ومتوترين. وحابه بس الاول اعرف القلق الخاص بالطالب. تمام. الطالب في المرحله اللي احنا بنتكلم عنها دي الطالب في المرحله اللي احنا بنتكلم عنها دي هو يعني عنده حاجه اسمها المونكي مايند، ما بين بيفكر في الماضي، ما بين الحزن ان هو ممكن ما يكونش يعني عمل اللي عليه مؤثر، وفي المستقبل حاطط نهايات منطقيه. فلك ان تتخيل هو مخه زي المونكي عمال ينط من هنا لهنا، فده اثر عليه ان عنده بقى يعني ده تعريف حركي لحركة المخ. بيبقى كده بيفكر في الماضي وبيفكر في المستقبل، النهايات الغير منطقية اللي هو حاططها بالكامل في اللي جاي. تمام. طيب أسباب كده إيه؟ يعني ما هو المفروض هو دلوقتي مستقر نفسيا وما فيش الأسباب دي، لا، حصل أسباب نتيجة الأزمة اللي احنا فيها. بالزبط. فأصبح الناس القائمين على المنصة التعليمية في دول العالم كلها وفي مصر كمان بقى في قرارات ظهرت فجأة وهم بيذاكروا اتفاجئوا بالقرارات دي. بلان بي هم نزلوا بيها، وطبعا الطلبه مش مستعدين اغلبها. القرارات دي هي السبب في ان هم القلق زاد عندهم، ومعظم الشكاوي والجلسات اللي بنعملها للسن ده هي عشان القلق. طيب القرارات اللي هي ايه؟ اول حاجه الثانويه العامه المنهج لغوا كتير من الدروس وقلوا من كم يعني بقت الكميه اقل من الاول. لطلبة الاي جي وهم دول يعني اللي هم اتفاجئوا ان مفيش امتحان، ولكن كامبريدج قالت ان هو هيبقى فيه تقييم لمستوى الطالب من المدرسه، ودي كانت مفاجاه كبيره بالنسبه لهم. السات اتاجل والمده طالت، هم كان ظهري داخل الامتحان خلاص، لا ده هيطول اكتر. فبقى قاعد في البيت يعني مذاكره طالت قوي. انت عارف الحاجه لما بتطول بيبقى التوتر يا بيزيد يا اما بيحصل الملل وكلل يعني. بالظبط. طيب فهو الطبيعي بقى لما حس ان المنهج قل، فبقى عنده ايه؟ يا ترى هيعملوا فيا ايه؟ صح. يا ترى هي ظهرت عليه الاعراض بتاعه القلق، اللي هي اعراض بدنيه ونفسيه. تمام. الاعراض البدنيه وبتبقى ظاهره جدا على الطالب، الام في الرقبه، الام في الظهر، مغص قولون بيبقى في مشاكل كتير، خفقان في القلب، وكمان بيحصل ان هو على طول حزين مكتئب، سريع الغضب، لا مبالاه كمان، بيسوف كل حاجه، بيأجل كل حاجه، حزين وبائس، دي هي السمه الاكبر النفسيه يعني للطالب. تمام. طيب لو جينا بعد التعريفات الجميله اللي حضرتك قلتها لنا دي، ازاي نقدر نتحكم في القلق عند الطالب؟ يعني انا مثلا اقدر اهيئ له زي ما كنا بنقولها كده الاتموسفير اللي حواليه منه، ازاي اقدر اهيئه واعمل له هو كمان يبقى في تكيف ومعايشه، خصوصا ان مفيش نزول، مفيش خروج، مفيش اللي عندنا حاجه الا التيك توك اللي ابتدى يتوجه اغلب الاولاد ليه، فبيبقى واخد وقت كتير مننا. طيب ازاي نتحكم بقى في القلق ده؟ هو سؤال فعلا مهم، سواء بالنسبه للام او سواء بالنسبه للاب اللي اكيد ممكن يكون دافع قسط مدرسه مثلا غالي جدا، فتعبه شقه، تعبه شقه، ما هو ده استثمار يا فندم، استثمار في الابناء، في الابناء، احنا بنبني ابناء وليس بناء يعني. بالزبط. ده اكيد يعني. تمام. طيب انا بالنسبه لي لما بقعد مع طالب بيعاني من القلق، فاحنا بنتفق على كل حاجه بنتفق عليها بتبقى من داخل الطالب. فانا لما بتكلم النهارده حاجه معينه كلها من مهارات الكوتشنج بقى، بتطلعي من جواه الحاجه من غير ما انت ايه
بساعده انه يوصل للطريق، بساعده. فهم كل حاجه النهارده انا هقولها لحضرتك دي من الطلبه نفسهم وانفسهم، مش مني انا اطلاقا. جميل. فاحنا اكتشفنا ان الاساسيات ازاي ان احنا نسيطر على حاجه زي كده. اول حاجه الصوت الداخلي اللي جواك بتغيره، بيبقى صوت متسم بالعقل والحكمه. كله تفاؤل، تفاءلوا بالخير تجدوا، ودي مقوله اللي لازم يكتبها يعني قدامه، يبقى دايما حاضره في ذهنه. عايزه اقول لك ان الاولاد بتقول وصلت لمرحله ان هم يقولوا الناس اللي عاملين القوانين والقرارات الجديده دي دول مش اعدائنا، دول اكيد بيحمونا. فهم عاملين القرارات دي لصالحنا، يعني مش عشان يجيب الامتحان صعب جدا وما اسقط فيه وماما تقول لي ابن خالتك طلع احسن منك وابن عمي، لا خالص. هو خلاص بقى عارف ان الناس اللي عملوا القرارات دي وبقى يبص لنص الكوبايه المليان، المحتوى قل، كميه الدروس قلت، يبقى الاسئله. نص الكوبايه المليان نشرب بقى قهوه وشاي وكده عشان نعرف نذاكر كويس. لا دي النقطه دي هتكلم فيها من الخطوات اللي هنمشي عليها مع الطالب بعد كده. طيب جميل. بس حته ان هو ازاي نسيطر في اساسيات بقى عشان هو يبقى ماسك النقاط وما يتوهش مني. طيب نكمل بقى حته ان هو يبص للنص الكوبايه المليان. الكوبايه المليان ان هو يعرف ايه؟ ان الناس القائمين على الحاجه دي هم عايزين مصلحتك، ما قاعدينك في البيت عشان يحافظوا على صحتك، فبالتالي هم مش اعدائك، مش هينتقموا منك. بالزبط. الاسئله هتبقى اسهل لان المحتوى قل، فانت هتتدرب اكتر. نص كوبايه المليان ان انت بقيت قاعد في البيت مالك وقتك كله من اول ما بتصحى لغايه ما تنام، مفيش سنتر، مفيش مدرسه، مفيش تضييع وقت خالص، فبقى وقتك خامه انت اللي بتقسمها وانت اللي بتهتم بيها. دي نص الكوبايه المليان. وفي نفس الوقت انا كمان محتاجه منه عشان يقدر يسيطر على الاحساس ده ويبعده خالص جواه، انه يخلق عاده صغيره لكن بتدي له طاقه كبيره. مثال على كده، انا بالنسبه لي عندي عاده صغيره في يومي لو ما عملتهاش اليوم بيبقى مش متظبط، تمام، اللي هي اذكار الصباح. دي بالنسبه لي انا، ده اللي هو الجانب الروحاني بقى. الجانب الروحاني صح. اذكار الصباح، فهو بقى بيدور على حاجه معينه بيعملها بتدي له طاقه كبيره، عاده صغيره تدينا طاقه كبيره. التوكيدات بقى الايجابيه ان احنا التوكيدات الايجابيه ان انا اتكلم بقى، يعني اسمع مثلا الصوت حاجات جوايا المديتيشن بقى ممكن اخد وقت فيه. دي بقى الحاجات اللي احنا هنقولها، الخطوات بقى اللي احنا نعملها. الخطوات. طيب دلوقتي بعد ما عرفنا طبعا اعراض القلق واسبابه واتكلمنا عن الحاجات الايجابيه، في حاجه بس قبل ما حضرتك ندخل للخطوات اللي هي بتاعه علاج القلق، بالنسبه لنا احنا كاولياء امور طبعا ولادنا بالنسبه لهم هم في 12 ساعه حظر بالنسبه لهم، لو هو خدهم فيهم وقت كبير من النوم بالليل فتره النهار بيبتدوا ينزلوا الصبح، رايك نسيب لهم المساحه ان هم مثلا يخرجوا ولا نخليهم يعني نعمل كنترول على الموضوع ده ازاي؟ لا هو في جملة مفيدة. هو مفيش خروج. مفيش خروج، يعني التربيه والتعليم والعالم كله اتحرك ان الطالب بنحميه ونامنه من الوباء المنتشر. بالظبط. عشان داخل على فتره امتحانات محتاجينه فول باور. محتاجين وقته. طيب. كله. علشان بقى قبل ما نختم كده، طبعا مشاهدينا بيبتدوا ان هم في الفتره دايما لما بيسمعوا ختام الفتره بيبتدوا يجهزوا نفسهم ان هم هياخدوا ايه؟ الخلاصه. خلينا كده نتكلم ايه هو علاج القلق والوقايه منه خلال الفتره الحاليه، ودور بقى الطالب نفسه ودور الاب والام. تمام. القلق والتوتر منظمه الصحه العالميه قالت عليه مؤخرا ان هو طاعون العصر من صعوبته لو ما تعاملناش معاه. لا حقيقي، وبيؤدي لشيخوخه مبكره يعني بيدمر الجهاز العصبي خالص والمناعه بتقل. فاحنا محتاجين ان احنا ما نفوتش على انفسنا ان احنا نخرج ولادنا من الحاله دي لحاله افضل ان شاء الله. تمام. فانا طالبه من الام والاب طلبات. أيوة. بسيطه جدا 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 ولكنها عميقه جدا. طالبه منهم ان هم يحفزوا اولادهم تحفيز ثم التحفيز ثم التحفيز. التحفيز الايجابي بقى، يعني مثلا ايه عشان ما يجيش بعد كده يقول لك انا مش ذاكرت لك امبارح وانا مش كتبت لك الحاجات اللي قلت لي عليها. طب التحفيز الايجابي ده ادينا خطوات كده ليه؟ الكلام اللي احنا دلوقتي عايزين ندخل الكلام لابننا كلام فيه
ربنا معاك، ذاكر حبيبي، انا متفائله جدا ان انت تعمل سكور هايل. ان شاء الله ربنا هيوفقك، ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. الكلام الايجابي التحفيزي ده زي اللي رايح ماتش. فالكوتش بيفضل ان هو رايك نوعدهم بمفاجآت يعني وحاجات خلال الفتره دي؟ اعمل اللي عليك، وليك مكافئتك عندي كبيره اللي انت بتتمناه. وكمان اهتم جدا بغذائه، غذاء صحي. واخد بالي جدا من حكايه الغذاء الصحي دي. وانا بوعي دايما الطلبه، يعني اللب السوداني كويس ولا بلاش؟ ما فيش مشكله، ما المكسرات من ضمن الحاجات اللي بتمد الجسم بالفيتامينز. لا هو ده اللوز كمان من اهمها. يعني معظم الطلبه اللي بيبقوا معانا في الجلسات لازم يبقى قدام في المكتب كده طبق فيه مكسرات. ليه؟ هو بتديله طاقه ونشاط. وطبق الفاكهه ده بالنسبه للاهل، يعني ان هم ياخدوا بالهم جدا من الغذاء. وكمان الدعوات الحلوه دايما، ماما وبابا رايحين جايين يسمعوا الدعوات. الله، انا النهارده دعيت لك الفجر يا حبيبي، ان شاء الله ربنا هيوفقك. بيطمنوا، بيديله طمانينه. طب الرد الكوميدي يعني من الابناء في خلال لما بنشوف الحاجات دي من الاباء، نتعامل معاه ازاي كاباء؟ يعني اللي مثلا ايه يا حاجه، هو انا رايح احارب، ايه انت مش اتعامل ازاي مع لا ما هو ده. احنا البيت لازم يكون في جو من المرح. لان الضحك ده سلاح في وش القلق. طبعًا. انا اول ما بضحك يعني خلاص مفيش قلق خالص. شوف حضرتك نجرب كده، لو احنا متوترين من شيء معين قبل ما اخش عند حضرتك، يعني كنت في بيبقى في ناس اللي هي القلق الايجابي. ايوه، فقعدت افتكر مشهد حلو او كلمه اتقالت من طالب او طالبه تديني دعم، فاتبسطت ودخلت مبسوطه، ما بقاش فيها قلق. واحنا ضحكنا حضرتك برضه. فقبل حضرتك قلت لي يلا ابتسمي ابتسمي، حضرتك عارف الابتسامه سحر وسلاح. طبعًا. سحر وسلاح. ده بالنسبه للاب والام. يعني نتقبل منهم مثلا الجزئيات دي ونصاحبهم، نبقى في لغه حوار ما بيننا وما بينهم بالظبط، والبيت هادي. ممنوع النزاعات الاسريه او المشاكل. اخد منه الموبايل، وفي اتفاقيه للموبايل، مفيش موبايل طول ما انت بتذاكر. الموبايل هيبقى قبل ما ينام، ياخده كده يطمن على الدنيا ماشيه ازاي، وما يشوفش منه اي حاجه سلبيه. يعني مفيش موبايل، لانه الموبايل بيعمل ذبذبات واشاعات بتاثر جدا على التركيز، وبتخليه اصلا كل طاقته تروح فيه. واحنا كمان عندنا اغلبنا حتى ككبار عاده ان احنا ممكن نوصل لهاند فري، وفي نفس الوقت الشاحن بتاع الموبايل متوصل. الحاجات دي لا خطر جدا. حتى لما كنت بشرحها لكذا حد في بساطتها كده، يعني كنا بنقول ان يعني الراديو بتاع الموبايل ما بيشتغلش من غير هاند فري. ودايما تلاقي الاشاره بتتحسن وانت حاططها في ودنك، لان هو بيستخدمك كوسيط. فنخلي بالنا من الجزئيات دي اكيد طبعا. وبالنسبه للطالب لو احنا هنقول له شويه نصايح، والخطوات دي منهم هم، يعني نتاج فكرهم وعصاره فكرهم وعصف ذهني وايه اللي هيشجعه. طيب اتفقوا الولاد على ان المكان اللي يذاكروا فيه يكون نظيف ومنظم، وانه قدامهم يكون فيه خضره وما يكونش فيه لون احمر لانه بيشتت انتباههم. معلومه جديده بالنسبه للناس. جميل. ويستخدموا الوان متعدده في النوت وفي المذاكره عشان تقوي من الذاكره، وتخليهم دايما فاكرين اللي كتبوه ايه، ويسترجعوا الحاجات اللي كتبوها. تمام. حاجة تانية ان هما كمان يعطروا الأوضة بعطر بيرتاحوا له نفسيا، لما عطر كده يرشوه برضو، دي بتديهم تحفيز إيجابي. محتاجين كمان، بس الروائح الجميلة دي أوقات بتنيم اللي هو بيستهواه جو المذاكرة. جو المذاكرة بتاعه. طيب يهتم بغذائه، هو يبقى مهتم بيه، يعني شغوف ان انا بالنسبه لي النهارده ليا ان انا اكل السلطه بتاعتي، حاجات المشويات، ما فيش بقى زيوت ولا حاجات الجانك فود والحاجات دي لانها خطر تماما وبتقل، ما بقاش في تركيز يعني. ويبقى مهتم ان هو طبق المكسرات بتاعه محطوط قدامه على المكتب، ما يذاكرش على السرير خالص، ممنوع ان هو يذاكر على السرير. تمام. ويبقى ايه تاني؟ هو احنا كده يعتبر هيئنا الاتموسفير للجو، المكان، الجو الحالي للمذاكره. والدور الباقي بقى اظن كده عليه هو بقى. احنا كده هو دوره بقى حاليا ان هو طبعا يطور من مهاراته ويثقل من جهوده عشان خاطر ان هو يتقدم. ما هو الحاجات اللي هكمل لحضرتك الخطوات سريعا كده عشان وقتنا. الصلاه في وقتها، والذكر، لان الا بذكر الله تطمئن القلوب. انت مطمن طول ما انت بتقول الذكر بتاعك. كمان نفس الحكايه، تبعد عن كل شيء سلبي وكل الاشخاص السلبيين، لان هم مش هيدعموك، بالعكس هياخروك ويساعدوا على التوتر اكتر.
محتاج ان انت تعمل حركه او رياضه، كان زمان رياضه دلوقتي عشان الظروف اللي احنا فيها، فالحركه هتظبط الالارم بتاع الموبايل وتلف في البيت مده 10 دقائق. الحركه بتحفز الدماغ على التركيز وتنشط اكتر. بيمارسوا حاجه اسمها التامل. طيب. ده برنامج قبل بس ما يفوتني كان لفت نظري طبعا واحنا يعني واحنا بنتواصل مع حضرتك اسم صفحه حضرتك اللي كنت عاملاها، فدينا كده تنويه عنها وعايزك تنزلنا الحاجات دي على الصفحه عشان وقت البرنامج، فاحنا هنكمل بقيه التفاصيل. اكيد، لان في حاجات على مهمه جدا يعني. الصفحه اسمها بصراحه اسم غريب جدا، هي اسمها اسم لذيذ وغريب جدا، اسمها يلا نبطل هلس. ايه الحكايه؟ هو في جمله في جمله احنا بنعد للوطن مواطن جيد. جميل. فعشان يكون في مواطن جيد لابد ان يكون في طالب ومراهق جيد. انا ملاحظ ما شاء الله اختيار حضرتك للالوان اختيار علم مصر بلدي. كلنا لازم ندعم بلدنا، وانا دوري ان احنا بنعد بقى جيل يساعد ويطور. كلنا عندنا الفكر ده دلوقتي في مصر، لان سياده الرئيس بيدعم جدا جدا ان احنا نعمل بصمتنا، البلد اللي قادر يساعد يا جماعه يساعد. فاحنا عشان نبطل السلبيات مع الطلانة وان احنا نتقدم، فكان لازم ان احنا نبطل هلس وبنساعد الاباء في التربيه الايجابيه للابناء. وبدره جميله منك، نورتينا النهارده في برنامج يسعد قلبك مع الشاذلي. عايزك توعدينا كده قدام الناس ان شاء الله اللقاء ده يتكرر باذن الله. وانا حابه بس اقول كلمه للاولاد اطمنهم بيها. اطمنوا يا اولاد ان كل حاجه موجوده في الدنيا دي واتعملت في الوقت ده ليكم انتوا لصالحكم. كل الناس القائمين على التربيه والتعليم عايزينكم تعملوا احسن مجهود واحسن نتيجه. وكل مسير لما خلق له. ما شاء الله. متشكر جدا للفقره الايجابيه اللي كنت حضرتك معانا فيها. يلا بينا نطلع فاصل وفقره قعده صحاب. استنونا، والنهارده معانا حد جميل جدا وصديق عزيز علينا جدا. النهارده قعده صحاب 3 مش 2. يلا نطلع فاصل ونرجع بسرعه.